تمام. هلا كماده ايش هي؟ تناقش فكره كيف تشتغل الاله الحاسبه، وكيف تشتغل اي برمجيه، اي برمجه تستلم المواد اللي تحت سي بلس بلس والدف، مظبوط؟ يعني رياضيات مع برمجه حاسوب. يعني انا بدي اعرف كيف الاله الحاسبه لما احط نظام المعادلات، كل مره عليه معادلات اتوقع، مظبوط؟ كل مره عليه معادلات بتحسب معادله على الاله الحاسبه، كيف الاله الحاسبه بتحسب؟ استخدام مثل استخدام برمجه، صح؟ احنا هون بدنا نناقش البرمجه، يعني نناقش ايش الخطوات اللي حطيناها في البرمجيه علشان تعطيني ماده الماده الممثله. طيب هلا هم كم طريقه، كم ميثود حكينا؟ حكينا 20 ميثود تقريبا. ماده الميثود 20 ميثود. بتمر معك من هون للفاينل تقريبا 10 12 مش متذكر. بس بتمر معك يعني كميه كبيره من الميثود. كل طريقه لها خواص، كل طريقه لها شروط. يعني كل طريقه لها كيفيه كيف اطبقها، معظمهم على القوانين، يعني معظمهم ما اغلب فيهم كلهم بيظبطوا على نفس السؤال، لا مش كل الاسئله، مش كل الاسئله بنحدد على طريقه، تمام؟ يعني في طريقه بتظبط على سؤال، في طريقه ما بتظبط. مبدئيا انا بتعرف قبل ما نبلش الميثودز بدنا ناخذ شويه مفاهيم، بعض المفاهيم مهمه بالنسبه لنا. اول شيء فهمنا يعني في نسبه ايرور في حل الاسئله اللي حنحلها. هذا الايرور شو بسميه؟ راندوم ايرور. اذا ما قربت اعداد شو بسميه؟ مع راندوم ايرور، بس ايش نوعه؟ تشيرنج. اذا ما قربت، طب لنفرض طلع معه رقم 2.8165 6 قطع في الوقت، صح؟ مظبوط؟ هي 2.82. النتيجة التقريبي شو بسميها؟ راندوم التقريبي اللي احنا خدناه في الصف الرابع، تمام؟ واضح هذا النوع؟ في عليه اشكالية؟ طيب النوع الثاني اللي هو فيريفيكيشن، في نوع ثالث، النوع الثالث اللي هو اليوزر ايرور. بدنا قلم الأقلام الثانية شغالة أحمر، بس أسود أحسن. هذا الأحمر مع المادة. النوع الثالث شو بسميه؟ اليوزر ايرور، بيهمنيش اليوزر، هديش مستخدم، بس ما بيهمني في البيت، فلا بيهمني هذا، فلا كثير بيهمني. مثال على هذا النوع، زلتين في الماي، زي قيمة الجاذبية الأرضية جي، زي قيمة مين؟ عدد المايثيري الإي. هلا هدول الأرقام اللي أنا حطيتهم على الحاسبة شو راح يعطوني؟ الباي شو بتعطيني؟ بتعطيني 3.1، هاي طول عمرنا بنعرفها 3.14 و 22/7، مظبوط؟ على الحاسبة بتعطيني كم خانة؟ بتعطيني مثلا 3.14 1 5 9 9 خانات، ل 10 خانات. على الماتلاب بتعطيني على 27 خانة، على 35 خانة مثلا. لاحظ انا ما بعطيك قيمه الاكزاكت، الباي انا ما بعطيك قيمه الاكزاكت، مظبوط؟ يعني طول ما انا قاعد بحسب قيمه الباي في لها ارقام، للما لا نهايه في لها ارقام. مثلا قيمه الجاذبيه الارضيه 9.8 على الاله الحاسبه بحطها معك هيك 7.1828 بنفس الطريقه. قيمه الجاذبيه الارضيه لو ظلنا نكتب من هون لاخر اللوح ما حتخلص، تعطيني ارقام للما لا نهايه. انا باخذ كتقريب كقيمه، باخذ مثلا اول هذول كقيمه الجاذبيه الارضيه، بس انا لما احط على الاله الحاسبه جي، لو كان عندي رمز مثلا زي باي على الحاسبه، هي بتعطيني قيمه باي حسب شو برمجها صاحب على الاله الحاسبه، 9 خانات 10 خانات، تمام؟ قيمه اي كنت عندي هاي ديري ها كنا نوضح 2.0 على الحاسبه 2.718 ارقام، تمام؟ هلا مبدا هذا الايرور مبدا شغال على ايش؟ تاريخ سيلز. انا حاط على الدفتر انه اكزامبل رقم 4، حاط انه هذا اكزامبل رقم 1 2 3، هذا حاطه اكزامبل رقم 4، صح؟ هذا التايرز هيتس بيجي مفصل تفصيل، وبفهمك وبصير لك يعني بصير عندك قدره تعرف انه ايش هاي الارقام اللي بتطلع معي.
ليش كل مرة بطلع معي مثلاً أول مرة طلع معي 2.7 بجيب خانات بعطيه مثلاً بخش على 3.1 3.2 لحد ما أصير أغير الأرقام آخر أرقام في المرة النهائية. مبدئيا الناس يعرف انه الترانكيشن هو زي هاي هاي نفس الداعية خاصة من يجي نعرفهم بزيادة يعني تصير عندك معرفة أحسن إن شاء الله. طيب هلا في النيوميريكال في عندنا نوعين من الأور X نوت زائد واحد يعني X1. المرة اللي بعدها
بروح عوض ال اكس اي زائد 1 شو يعطيني؟ اكس اي زائد 2 تمام؟ راح ادخل اكس 1 بيطلع لي اكس 2 راح اعمل هي على عدة سلسلات، متى بوقف؟ هلا بنعرف واضح؟ اعرف لي انه كل خطوة بعملها ايش بسميها؟ 1 iteration، يعني انا لما اطلع من اكس اي لاكس اي زائد 1 شو بسميها؟ iteration، اي 1 iteration من اكس اي زائد 1 لاكس اي زائد 2 2 iteration من اكس اي زائد 2 لاكس اي زائد 3 third iteration كيف السؤال؟ first iteration second iteration واضح هاي الفكرة؟ هلا شو بسميه؟ the new estimates هلا شو بسميه؟ the goal ال اي اي راح يكون عندي النيو ناقص الاولد النيو ناقص الاولد طيب شو الابسلون هاي اكثر اكثر قيمه بتجيني هاي الابسلون هاي شو بتساوي؟ النيو استيميت ناقص الاولد على النيو بالضبط الافضل 100% السؤال اكتب لي سؤال اكتب لي سؤال بيحكي لي استخدم مثلا الباي سكشن ميثود مثلا يا اما بيجي بيحكي لي ثيرد ايتريشن مثلا سولف فور ثيرد ايتريشن شو بيحكي لي؟ بيقول لي ضلك حل لما توصل معك نسبه الايرور اي اس مثلا واحد مثلا شو معناتها هاي؟ معناته كل خطوة كل استيميت بدي اطلعها انا قاعد بحسب لها شو؟ كل استيميت بحسبها بطلع لها مين؟ بطلعها ريلاتيف ابروكسيميشن ايرور هاي اي اي لما تصير عندي قيمة الاي اي اقل من او بتساوي الابسلون اس بوينت طول ما انا شغال اكثر من 1% بدك تنزل متى بوقف؟ لما توصل ل 1% بالضبط او اقل منها تمام؟ واضح شو الشرط؟ في كل خطوه انا قاعد بحلها هلا رح نجي مع المنتج ونشوف كيف بنحل كل خطوه انا قاعد بحلها شو بطلع انا؟ هون هي اعطاني هذا السؤال هذا انا طلعته واذا احسب السؤال ايه ولا لا؟ بكبر بطلع طلع معي اول مره 5% لسه ما وصلت لوحدي بدي اكمل بروح اطلع كمان استيميت اي زائد 1 اي زائد 2 بطلع منها شو؟ ابسلون اي مضبوط؟ بعطيني مثلا 2% المره اللي بعدها حسبت كمان مره حسبت الابسلون اي كم طلعت معي؟ مثلا 0.99% بس وقف واضح؟ واضح انواع القرار؟ اصلا زي اسمك هدول لازم تحفظهم هذا بيجيك عليه سؤال مباشر بيجيك عليه يمكن بالفاينل على الفيرس ما راح يجيك سؤال مباشر الا اذا لو سؤال رسم راح يجيك ممكن تفرسك السؤال تمام بس طول ما يعني ما طول ما انت بتستخدم ميثود لازم ان شاء الله القانون خلص خلص تضل انك تحكي على هذا القانون فجيب لك هذا السؤال فهمت علي؟ واضح لهون؟ في عندك سؤال؟ اكيد نرجع أول سؤال بالامتحان، شو بيجي أول سؤال بالامتحان؟ بس ماشي مكتوب هون يمكن ما يبين على السلايد الثاني يمكن ما يبين لي طب بنحل عليه سؤال هذا القوانين المفهوم خلاص في سؤال محدود عندكم لما اعطاك اياه بقول لك صورة الثالث ديكريشن فور اتريشن يعني بعطيك عدد الاتريشن زي تحلها مستحيل يعطيك سؤال وما يحددك فيه لانه طول ما انت بتحل رح تضلك تحل دكتور رامي اعطانا هي القانون كان اذا ما اعطاني اياه السؤال اعطاهم للدكاتره الثانيين اعطوه القانون للناس خليك عليه طيب انا في كل معكم كرسيات
عشان الكل احل مثال احل اكزامبل سريع ها طيب شو شو بحكي لي السؤال في اكزامبل بده يصير بحكي لي تو ميثودز ها تو ميثودز وي ار يوزد تو استيميت ذا بوزيتيف ركز في السؤال بايش خيالي البوزيتيف روت شو يعني بوزيتيف روت شو يعني روت الحل اكس قيمه اكس مظبوط طيب البوزيتيف روت فور اعطاني معادله اف اوف اكس تساوي اكس تربيع ناقص اكس ناقص تمام حكالي اعطتني النتائج بهذا الموقعين هاي النتائج مثل اي مرة عملون iterations أطول إلى ثلاث ليش ثلاث؟ هاي ها حكيت لك أعطيك إياك السؤال بدك تطلع هذا أول iteration هاي أول iteration لما مشيت من هون لهون هي iteration رقم واحد من هون لهون هي iteration رقم اثنين من هون لهون هي iteration رقم ثلاث هون بنفس الطريقة iteration رقم واحد iteration رقم اثنين iteration رقم ثلاث وشو بحكي لي السؤال؟ بحكي لي بدي لكل الميثود For each method, بدي القيم الأربعة اللي طلعناهم هناك. بدي الـ E T والـ X and T، E A والـ X and A. أنا كتبت لك أنا حل بس على method A. بس راح أحلكم على هاي. خلاص سهلين هاي. سنة كتبت method B. هلا شوف أول خطوة أول خطوة الامتحان إذا ما أعطاك إذا ما أعطاك قيمة الإكزاكت مين يطلعها؟ أنت. كيف بطلع قيمة الإكزاكت؟ بطلع عروض شو يعني؟ زاوية الصفر. زاوية الصفر لحد. تلحلي هاي اكس اكس ناقص زائد ناقص ثلاث زائد شو البوستيف روت؟ ركز اه شو البوستيف روت؟ اكس تساوي ثلاث شو اكس بتساوي؟ شو هالقيمة؟ انا طلعتها قيمة الاكزاكت القيمة 100% يعني هاي ايش فيها؟ هاي نسبة روح زيرو يعني زيرو بس ما زيرو نسبة روح تمام؟ الله يسلمك. خطوة هاي لما مشيت فيهم هون شوف أول iteration من 2.5 ل 2.75 ثاني iteration طبعا في error في error طيب 2.75 ل 2.5 كم؟ 88 في error مظبوط؟ الله يسلمك من 2.88 ل 2.895 قررت من الثلاث ولا لا؟ يعني بقرر من قيمة الإكزاكت لاحظ كل ما أمشي iteration كل ما بقرر من قيمة الإكزاكت بنفس الطريقة هون 2.5 289 299 3.01 الآن أنو أضغط هاي الميثود ولا هاي الميثود؟ لاحظ معي من ثلاث iteration هاي كانت وصلت 3.01 ثلاثة تقريبا هون من ثلاث iteration هاي صار وصلت 3 لمين أضغط؟ بميثود بي ميثود بي أفضل من ميثود إيش؟ من ميثود إيه؟ في هاي الحالة شو بحكي عنها؟ more convergence شو بحكي عنها هاي؟ لك مور كونفيرجنس طيب حصل غيري على هذا الجدول ايش بستخدم؟ بستخدم بس هذا الجدول وحل عليه القيم الاربع اللي طلعت منها الان اي تي شو بتساوي؟ حكينا الاكزاكت ناقص ابروكسيميشن شو كم الاكزاكت؟ ثلاث ناقص ابروكسيميشن اخر قيمه وصلتها هاي الابروكسيميشن شو الابروكسيميشن؟ اخر قيمه وصلتها بعد ثلاث ايتريشن طلب مني بالسؤال ثلاث ايتريشن بعد ثلاث ايتريشن شو القيمة اللي وصلتها؟ 2.895 هاي 2.895 بحسبها الآن بصير أطلع إبسلون مين؟ إبسلون تي هذا المقدار على كم؟
سرني دقيقة النيو استيميت ناقص الاولد. طيب انا كم اتريشن حليت هون؟ 3 اتريشن. شو اخر اتريشن وصلته؟ 2.895. شو الاولد؟ اللي قبل هي مضبوط. 2.895 ناقص 2.88 بطلع القيمة. طيب شو اللي بصير هي؟ هذا المقدار على النيو استيميت ضرب كم؟ ضرب 100%. طيب مباشرة في القوانين، بس ايش المهم؟ شو اللي نزلنا كاره؟ مو النيو استيميت، مو الاولد، كيف طلع الاكزاكت؟ وكيف طلع الابروكسيميشن؟ الابروكسيميشن لحد ما يكون لك ثيرد اتريشن بعد 1 2 3 في كل ثنتين خلطة. فورث اتريشن ماشي كمان فورث فيفث. هلا هو قال لك ثيرد، السؤال قال لي ثيرد اتريشن بوقف عليه الثالث، حط عليها مربع وبلش حلهم. هذا اخر استيميت وصلته. هذا النيو اللي قبل بكون اولد. سكند هذا النيو اللي قبل بكون اولد. كثير بالك. ركز تمام؟ واضح لهون؟ نبلش في اول سبب امتحان التيرا سيريس. تذكير في القانون، قانون العامل وقانون الجدول. طبعا اسأل الدكاترة، نحفظ ولا ما نحفظ؟ كل القانون بتمر عليه، كل بجيب لي اياه بشيل ولا لا؟ من هون الفاينل بتكون معك اكثر من 50 قانون. اكس هاي الثالثة، عرفت كيف السؤال؟
السنون الثلاثة وعطيها السنون كله بتغير واحد اثنين ثلاث كل مرة بتعمل فيها هيتريشن بتغير غير سؤال واحد تدفتر محلوباته من سؤال تقدر تحل لحالك نفس الشيء السنوات دائما تحل سنوات طبعا السنوات موجود في التصوير الصناعية نفس تلخيص سنين ها يا بتشتري تلخيص سنين كامل وتشوف شو في معلومات وتقارن وتحل يعني تستفيد اكثر معلومات يا ما تطلب من المصور تكرس العميل السنوات انا اخذ لك اياهم وصور لك اياهم تحل سنوات طيب شوف خلينا ناخذ مثلا اكزامبل جاء لي السؤال find the third order مين اللي حددني؟ السؤال find the third order Tyler series خلص اول سؤال بالامتحان ها على Tyler series approximation for sign الاثنين using snow يساوي يا اما بعطيك اياها اكتب يا اما بعطيك ساين الاثنين وبحكي لك اياها بشكل اخر شو بحكي لك؟ اف اوف اكس تساوي ساين الاكس اكس تساوي فين تبيعها قيمة الاكس وقيمة الاكس نوت يا اما بجيب لك اياها بهذه الصيغة يا اما بجيب لك اياها بهذه الصيغة تمام شو رح نستخدم هون؟ قانوني تاير سيريز حفظ وجماعة مش حفظ مش عارف توقع اني انا حفظته ما اعطوني اياك الشيت شو بدك شو اللي بحتاج انا في قانون؟ طبعا اكس معي اكس نوت معي ايتريشن بمشي فيهم 1 2 3 0 1 2 3 فوق بدون ثيرد اوردر شو اللي مش معي؟ مشتقات روح اشتق يلا هي روح اكس ها؟ الاكس يساوي 2 روح خد ايه؟ صفر يساوي كم؟ ساين صفر في برايم للاكس شو مشتق الساين؟ ساين وكوساين؟ كوساين حط الصفر واحد مظبوط؟ خد اكس الطبقة الثانية كوساين ساين الاكس الصفر صفر اشتقها الثالثة اشتق سالب ساين سالب كوساين الاكس كيف الصفر صفر في برايم في البرايم كم سالب واحد ليش اخذ الصفر؟ اي في القانون اكس نوت اه اخذ اكس باثنين مش دائما بيجيب لك اياها صفر يعني بيجيب لك اياها واحد او بدك واحد على حسب طيب قال لي ثالث اوردر معناته اشتق كم مره لحد ما اوصل للشقه الثالثه انا شو بدي بعمل؟ تعريف مباشر على القانون بروح شو بحكي له؟ بحكي له ساين اثنين يساوي حسب التايلر سيريز يلا اثنين ناقص صفر اثنين صح؟ هاي اثنين هو ما شو ناخذها؟ صفر اثنين قوة صفر في اف هيا في صفر يعني على مضروب الصفر واحد طيب ايش بنقول ما عوضش فيه؟ لا زائد مرة ثانية اثنين ناقص تتغير ايش هاي؟ اثنين ناقص صفر اثنين هو واحد في واحد على واحد مضروب مضبوط في واحد زائد اثنين ناقص صفر اثنين قوة اثنين ضرب صفر على اثنين مضروب زائد آخر حد أو آخر واحد اثنين ثلاث
سالب واحد على ثلاث مضروب. في حد عارف شو يسمى العدد الحاسبي هاي؟ اه؟ كل بعرف يحسبها. كم بيطلع معي هون؟ الناتج تحسبها على العدد الحاسبي بيطلع معي 0.6667. شو هذا الرقم؟ شو بسميه؟ استخدمت الثلاجة السريرة عشان اطلع هذا الرقم، هذا بسميه ابروكسيميشن. شو بسميه؟ هذا الرقم اللي فيه غلط، هذا الرقم اللي اذا عوضته مكان قيمة الصرف بعطيه اسم الجروب. وحط على الآلة الحاسبة بالرايت بالراديو. حط على الآلة الحاسبة ساين الاثنين رح يطلع عنه 0.909. شو بسميه؟ exact value. شو بسميها؟ 0.905. شو بسميها؟ exact value. شو بلاحظ؟ قديش بدي اوصل الرقم هاد؟ هذا كان 0.667، هذا 0.9. بدي هسه مسافة اوصل هذا الرقم، مظبوط؟ هلا كل ما عوضت حدود اكثر كل ما قربت من قيمة الاكزاكت اكثر. واضحة؟ كل ما جبت انا ثيرد اوردر، طيب روح اشتغل 10 مرات وعوض ال 10 حدود راح يكتب هذا الرقم من قيمة الاكزاكت لحد ما اوصل قيمة الاكزاكت. هلا خذ المال النهائي، هذا رقم بيثبت واللي بعده بيثبته، شو اللي بتغير؟ الارقام البعيدة 1 2 3 تزيد الارقام البعيدة بس بيثبت كعدد خانات فقط مثلا 3 فقط على الرقم. تمام؟ ف كل ما اخذت حدود اكثر في التايلر سيريز بشكل اساسي الباي شو هي؟ طلعت قيمه الباي تايلر سيريز بنفس هذا الشغل اشتقيت الباي بتجي بنفس الطريقه اخذت عدد حدود عوضت فيهم طلعت قيمه الباي. تمام؟ كل ما اخذ حدود اكثر في التايلر سيريز كلما اقتربت من قيمه الاكزاكت. واضح لهون؟ في حد عنده اشكال؟ تمام؟ طيب هلا شو بحكي لي؟ بحكي لي في كم مصطلح؟ هو الريميندر. سؤال ثاني بالامتحان بيجيك فايند يعني غير هذا السؤال هذا التايلر سيريز غير قيمه الابروكسيميشن. طلعنا بيجي لك سؤال ايش؟ بيجي بحكي لك فايند الريميندر. ممكن يجيب لك هاي المعادلة هيك سيبك من الفلتر يجيب لك بس ساين الاثنين يوزنج اكس ما تساوي صفر ار الثلاث شو يعني الثلاثة اللي جنبها هاي؟ معناها ثيرد اوردر طب اربعة فورث اوردر واضح؟ هذا شو بسميه؟ ريميندر كيف بكتب الريميندر؟ بروح بجيب قيمة الاكزاكت وبطاح من مين؟ يساوي مثلا قيمة الإكزاكت كانت 0.909 ناقص اللي أنا طلعته ثيرد كم كانت؟ 6.67 طلع الناتج. تمام؟ واضح هذا المصطلح ريميندر؟ طيب هذا الاقتران ايش ناقص طاقة وخلاص؟ ساين كوساين ساين سويدر فانكشن شو ما اضلني اشتق فيهم راح اضلني من هون لبكره وانا بشتق يعني في حدود المال النهائي هون راح اضل يطلع معي حدود المال النهائي والطاقه ما بتخلص بس في البولينوميالز في هذا السؤال
إذا صار الامتحان أونلاين جيبوه. شو دي المعلومة؟ على ستيب سايز. شايفين ستيب سايز؟ إيش؟ طبعا سؤال كلمات. على ستيب سايز. ستيب سايز لما يصير إنكريز هون. تمام؟ شو بصير في الراوند أب أو شو بصير في الترانكيشن يلا؟ شو بصير في؟ إنكريز. Step size increase, rotation error increase. Round of error. Decrease. واضح؟ تجيب لك أربع جمل، بقول لك as step size increase, rotation error decrease. As step size increase, rotation error increase. As round of decrease, step size increase. تختار الجملة الصح. اعرف لما step size increase temperature increase round of error شو بصير فيه؟ decrease. ترتبط في round of error كمان مصطلح اللي هو number of calculations. number of calculations مرتبط مع مين؟ مع round of error. اذا قل بيقل، اذا زاد بتزيد. تمام؟ هاي مصطلح بس. تمام؟ وهذا مرتبط فيها. بشكل أساسي ممكن مقارنة بين هذول الثلاث أربع جمل. تمام؟ أعرف الأربع تعرفوا أعرف المعلومة. واضح؟ توقع في محاضرة بعد جاي نكمل إن شاء الله بعد الساعة الثانية. الميثودز تقسم عندي الميثودز ل 2 يعني مش طريقتين في العين رئيسيات. في شيء بسميه براكتنج ميثودز، في شيء بسميه اوبن ميثودز. الفيرست طبعا بس كله بدنا ناخذ ميثودز مش مسميات بس. تمام؟ هلا البراكتنج ميثودز نوعين اسمين، عندي الباي سكشن والفورس بوزيشن. طيب والاوبن ميثودز كانوا خمسة بتاخذوا اثنين، يعني احنا اخذنا أربعة على الصيف، على الصيف اخذنا أربعة بس من هنا، بتاخذوا خمسة، زي ما اخذوا فصل الماضي اخذوا خمسة، مش أربعة. اللي هي السيكانت، الموديفايد سيكانت والميثود والنيوتن رافسون والنيوتن موديفايد النيوتن رافسون، كمان ميثود. هي سمي الفكس بوينت. هي بعد اللي يعني بعد المحاضرة، هي بعد الفرس بوزيشن ناخذ كل شيء فيها في المعنى الدكاترة. سمبل فيكس بوينت. شو رأيك بشرح لك؟ طيب سريع الباي سكشن ميثودز. يمكن المثال بقول لهم صح ولا بلش المثال؟ حكوا بلش المثال، بلشت المثال انا عجبت. طيب انا اول شيء اشرح أعطيكم كل الحالات بعدين نجي مثال ونشوف شو الحالات في المثال. طيب شوف على الباي سكشن ميثود بيجيك سؤال في الامتحان بيحكي لك يوزنج باي سكشن ميثود
سولف فيرتيكليشن فورتيكليشن او شو بحكي لك لحد ما توصل يوصل الناس لحد ما توصل الناس الخطا. طيب اعطيك اف اوف اكس بالامتحان بتساوي بعطيك اكس طبعا شو بعطيك؟ بعطيك اكس لور اكس اصغر كل ما اعطيني اياهم بالامتحان بحكي له صورة فيرتيليشن فورتيليشن شو ما يجيب لي في السؤال بعد هيك خلص يهمني هذول المعلومتين يهمني اف اوف اكس شو بيهمني؟ اكس لور اكس اصغر شوف اول خطوه شو بعمل؟ هاي كمان هاي هون اكس دور هاي هون اكس دور في وقت مشرح خلاص. طيب شوف اول خطوه شو بدي اعملها؟ بروح باخذ طبعا الكلمة الباي سيكشن والفورس بوزيشن كثير قريبة على بعض نفس الخطوات اللي هون بطبقها هناك محتاج شيء واحد بس اجي هذيك بحكي لك اياها بس مبدئيا هون شو بيهمني؟ انا بحسب على الحاسب بيهمني الاشارات شو بيهمني؟ الإشارة هنا شو بتهمني؟ الإشارة مع القيمة الباي سيكشن إذا جاب لك إف أوف إكس لباي سيكشن لحاله خذ إشارة وحل. طيب إذا جاب لك باي سيكشن وفورس بوزيشن على نفس السؤال ما راح تجيب لك سول كويستشن 3 أند 4 أند 5 لنفس الإلكترون تعال على 3 تلاقيه باي سيكشن تعال على 4 تلاقيه فورس بوزيشن طيب هو نفس الإلكترون شو بعمل؟ باخذ الإشارات مع القيم بستخدمهم في ايش؟ بستخدم الاشاره هون وبستخدم الاشاره مع القيمه وين؟ في الفورس بوزيشن واضح؟ طيب شوف هون اول شيء بدي اعمله بروح احكي له اف اكس لور ضرب اف اكس اصغر شو اللي عملته؟ عوض قيمه اكس لور في الالكترون طلعت لي قيمه شو القيمه؟ قيمه الفانكشن قيمه الصوره هاي اكس قيمه الصوره هاي اكس قيمه الصوره واضح؟ هذا اللي عملته جبت الاكس لور حطيته عوض الالكترون جبت الاكس ابر جبت الاكس ابر عوضت الالكترون واخذته تمام 2006 ماشي اول خطوه بس تمام لا روح اضرب هاي بهاي يا بتعطيك طبعا باخذ الاشارات بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بس باخذ الاشارات الان اذا طلعت اكبر من صفر أكبر من صفر أول خطوة أكبر من صفر بدي بحكي له هذا بنفع هلا باي سيكشن ما بنفع ليش؟ أنا طلعت برا الفترة معناته أنا صور الإلكترون اللي بتمشي بالفترة لما يطلع هذا أكبر من صفر تمام؟ طيب بيطلع أقل من صفر بحكي له اضبط شو بعمل؟ يعني هون اضبط الإلكترون شو بسوي؟ والله بحكي له إكس آر تساوي إكس لور زائد الاكس ابر على 2 بحطه رقم 2 تمام؟ سنة المتوقع في النوم 2006 حرام يمرق بس هون في جزء صغير ما يبين في جزء صغير ما يبين عندك هون نص هيك طيب اقل من صفر كيف تظبط؟
الطرفين كم؟ من هاي طبعا. شو معناها اقل من صفر؟ معناتها هاي بتكون بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بس هاي اول خطوه بس. خطوه رقم اثنين صارت تعمل طلع بالاكسار. شو الاكسار؟ اكسار شو رسمنا هاي الرسمه؟ يعني شو الاكس ار؟ هي نقطة تقع منتصف نقطتين نقطتين هون هاي اكس ار. ما الروت هون؟ كم الروت؟ صفر. صفر روت صفر لما قطع محور الستينات صفر. طيب الاكس ار ماذا شكل الاكس ار؟ هي نقطة منتصف يعني نقطة منتصف يطلع لحد اكس ار هون منتصف بدي اسمع مقسم على اثنين يعني اكس دور زائد الاكس أظهر على عدد تمام لهون الخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم ثلاثة شو رح نعمل؟ ركز الخطوة رقم ثلاثة هي الخطوة اللي بتخطط فيها. الخطوة رقم ثلاثة شوف والله بحكي له اف الاكس ار عن الاكس ار ضرب مين؟ F X أبر دائما نحط X R أول واحدة و X R ثانية واحدة دائما X R X أبر من السؤال هاي يعني هاي كم حالة تتحمل؟ تحطهم من بعض نيجاتيف بوزيتيف تم بالإشارة بس يعني يا إما هذا العدد كله شو بيساوي؟ يا إما بيساوي صفر. إذا بيساوي صفر معناه X R اللي أنا طلعت أول مرة شو هي؟ صفر. يعني شو؟ يعني قطع الصفر يعني كان نقطة المنتصف الصفر من أول مرة ما احتاج لما يحل كم مرة عشان أقرب من الصفر أقترب من الصفر هي قطعت الـ XR من أول مرة منتصف طلعت هون خلاص هي XR هي روت أو إذا شو بتكون؟ تكون أقل من صفر. لا إذا كانت أقل من صفر شو بعمل؟ بحكي له انه الروت تبعي روت يقع بين مين ومين؟ بين الاكس اكس صفر. شو عملت انا هون؟ بحكي له اكس لور يساوي اكس ار تمام؟ اكس لور شو بيساوي؟ عنو اكس ار هي اللي حطيتها هون شو بعمل كمان هون هو بحكي له اكس ار 2 نفرض انها اكس ار 1 اللي انا طلعتها بحسب اكس ار جديده اكس ار 2 تساوي الاكس ار اللي طلعتها هون اكس ار 1 زائد اكس ابر على 2 يعني شو قاعد بعمل انا برجع نفس رقم 2 بالضبط قاعد انا قاعد احصل بحالي طلعت هون طلعت هون في كل iteration في كل iteration انا قاعد بستخدمه او بستعمله شو قاعد بعمل؟ بقترب من الاكزاكت فاليو نفس اللي حكيناه قبل المحاضره تمام؟ كل iteration كل استيميت انا قاعد بحكي له طبعا هذا كله يجي iteration XR1 هي iteration 1 XR2 هي iteration الثانيه عندها بشتغل نقطه ثانيه الان شوف هاي اذا كانت اقل من صفر طيب اذا كانت اكبر من صفر هاي هون إذا كانت أكبر من صفر شو بعمل؟ بحكي له الروت تبعي لوكيشن وين؟ ما بين الإكس لور والإكس آر، أنو إكس آر؟ هي إكس آر 1 طلعتها هون هي هاي الحالة هاي كمان واعتبرت بينها وبين مين؟ بين إكس آر 1 هي اللي احنا سميناها تمام؟ شو بحكي له؟ بحكي له روح بدلت الإكس أبر يساوي الإكس آر نلاحظ كل تغيير بنتبه عليه، هون تغيرت مين عندي؟ الاكس دور، ما بقدر استخدم الاكس دور اللي هون، انا لغيتها خلاص، بصير على اكس دور جديده.
الاكس ابر الاكس ابر تغيرت، بلغي الاكس ابر اللي هون بدنا نشتغل على اكس ابر جديده تمام، وبحكي له اكس ار 3 الان اكس ار جديده تساوي الاكس باور اكس ار 2 يعني على كره الفوتبول الاكس باور زائد الاكس ار 1 عدد يا اما هاي يا اما يا اما اكبر يا اما اصغر، اذا سوتها هي الروت رايح من اول مره. واضح الشرح؟ الحالتين ممكن تشمل هذا ممكن تشمل هذا ممكن تشمل الاثنين مع بعض حسب الاكزامبل يعني حسب السؤال بتاعه. واضح الشباب؟ هذه البروسيجر موجوده في الدفتر، ادرسها افهمها احفظها، المهم انك تتقنها يعني حل عليها اكثر من سؤال في كل امتحان فيرست وفاينل راح يجيك فايند باي سكشن ميثود لانها اسهل طريقه واوسخ طريقه يعني هي فيها طالب ايه؟ مين عندك؟ الفاينل كان عندنا 6 ايتريشن تخيل جربت انه فايند يعني حطنا اي اس حليت 6 ايتريشن رايحين 6 مرات ليه بخبط الرقم مثلا بالايتريشن رقم 2 راح عليك سؤال كامل كيف راح؟ وتحملت بالشويس طلع لي شبكة ولا واحد، أفضل منه، يعني الإجابة موجودة بين يديك، بس أنت مخبط برقم أو بعدد. تمام؟ دائما في الأرقام خذ أول 3 خانات، أو حسب شو معطيك في الامتحان، يعني لو قيم الامتحان مثلا ماخذ 4 خانات، خذ 4 خانات في حلك السؤال. بكل مرة تمشي. تمام؟ هلا في الدفتر محلول سؤال زي تنك مي، في معادلة صعب السؤال حلو. صعب إنك كيف تعمل المعادلة بس. سنين الطلاب بيعرفوا الرياضيات. الامتحان ما بيجيك زي هيك يعني بيجيك سؤال ما بسأل سنوات، قبل سأل سنوات. فبيحكي لك السؤال شوف. حكيت لك بعطيك ايش؟ بعطيك اف اوف اكس. ما موجود هون السؤال. اكس ناقص بي وناقص 2 اكس. هي ما بتحكي لك تمام؟ شو بعطيك الاكس دور والاكس ابار؟ واحد او صفر وواحد. حكي لي باستخدام البايسكشن يعمل بكم ايتريشن اوصل للثيرد ايتريشن يا بجيب لك ثيرد ايتريشن يا بعطيك نسبة الغلط شو بتكسر في كل خطوة نسبة الغلط لحد ما توصل للقيمة الأقل من اللي بعطيك إياها في السؤال أو نفس القيمة شو بتعمل؟ توكل خلص موجود في السنوات لا هذا اللي بدي أحله مش موجود في الدفتر تمام؟ حلو في موسم الدفتر نفس الفكره واضح شو اول خطوه كان نعملها؟ اول خطوه بجيب هذه اكس دور هذه اكس او شو بعمل؟ بعوضهم بالاقتران اف الصفر ار اف الان عوض بهاي صفر ناقص اي ناقص 2 في صفر بتعطيك القيمه نيجاتيف نيجاتيف عوض واحد واحد ناقص اي قوة ناقص اثنين في واحد بتطلع بوز لازم بتجيب لك الباي سكشن لازم هيك يا نيجاتيف في بوز يا بوز عشان تحل عليها كمان عليها السؤال انا بحكي له هذا شو معنى القيمة اقل من صفر اذا بس بروح احل عليها ايش الباي سكشن بحط رقم واحد بحط رقم اثنين بحط يعني اكس ار كم ايتريشن بده ثلاثة كم اخر بتحالي بسمي اكس ار واحد اكس ار واحد شو بتساوي؟ بتساوي صفر زائد واحد على اثنين صفر زائد واحد على اثنين شو بتعطيني؟ نص. خطوة
ثلاث ضرب باطل الاف اكس ار اللي انا طلعتها ضرب الاف اكس ار كم بالنص اضربها ضرب كم اف بالابر مين ابر واحد شو ربح كيلو تسيبها هاي كيف تطلع معك النص بوزيتيف والوين تطلع نص شو معناها؟ اكبر من صفر طلع الحالي هاي مش مقالي بدناك له شيء مهم يعني اكبر من صفر لا هي يساوي صفر ولا هي اقل من صفر اكبر من صفر اول خد شو بحكي له الروت وين يقع؟ انا اكتبها هيك على جنب بحكي له الروت يقع ما بين اكس اكس مين؟ اكس دوار اكس يعني من هنا كم ايش نص 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 بين النص اكس ار صح كده تحطهم ما بين الاكس لور وما بين الاكس ار شو اخر اكس لور وصلت له في السؤال اخر اكس لور بينهم ما تغير هي شو هذا وشو الاكس ار اللي حسبتها بين يقع ما بين الصفر والنص اول ايش بحكي له شو بحكي له بس للمعلومه بحكي له أنا ما أخربت حالي بحكي أنا بدلت الـ X أبر تساوي X R 1 وتساوي نص عشان وبحكي له X R الجديدة X R 2 بتساوي المطلوب بالفترة هاي صفر زائد نص على 2 شو بتعطيك هاي؟ بتعطيك ربع بالمين مقصورة بين F يلا ربع بين F ربع و F صفر للنص هاي الإكس أبر هيا ما تغير هاي تغير هيا هون ليش إنها صارت هاي ربع والنص منطقية الصغير والكبير لور إلى أبر أنا ما بحسبهم الربع لما اجي اعوض ربع هون ربع ناقص اي طول ناقص اثنين ربع كنت بتعرف تعمل اي صب صح؟ اي طول كم تعطيني هون؟ تعطيني نيجاتيف عدد الناقص ماينس والف للنص تعطيني شو معناته هذا؟ هذا من صفر هل خطوة رقم اللي قبل هذا هل ما صار محصول الروت؟ ما بين اكس ار أو سلطان صح؟ إيش إكس آر آخر واحدة؟ سؤال اثنين ما بين الإكس أبر الإكس آر اثنين ربع شو الإكس أبر آخر إكس أبر وصلته هاي شايف إيش حكيت لك إياها هون عشان أضغط تنعجبك كيف الإكس أبر بترجع لأول واحد هيك قلت لك إياها هون آخر قيمة الإكس أبر هي نص بصير ما بين الربع والنص شو بحكي له؟ أنا رحت جبت الإكس دور بتساوي ال x r مين وتساوي ربع البارك وبحكي له ال x r 3 تساوي ربع زائد نص على مين يساوي 0.37 حط لك كيف الدوره تمام حط عليه ليش هذا طب ممكن يكون حاط لك السكند ديتريشن بالدوائر حط لك حط لك السكند ديتريشن وحط لك الثير وحط لك الفورث وحط لك اي رقم ثاني تلاقيهم بالنيوميريكال يعني صرتهم نسخه كيف 0.375 0.324 0.312 0.38
انت تجيب كتوب الارقام وتطلع على الحسب بالضبط. اه طبعا كل حل يعني كالكوليتر على السكن فيش شيء انت بتحله فيش وجع خلاص فيش شيء خطوات سكن قد ما انت شاطر على الحاسبه قد ما انت سريع على الحاسبه بتحل غير هيك انسى تفتح بسط الارقام سريع بتحط الارقام كيف تضرب كيف تقسم اولويات بين الاقواس في ناس ما بيعرفوا اولويات الاقواس بروح بضرب وبجمع يعني ينضرب بعدين ينجمع او لا هو الاصل ينجمع بعدين ينضرب فهمت؟ اولوياتك على الحاسبه ضروريه افتح اقواس نصيحتي دائما افتح اقواس يعني ما بتفتح اقواس تفتح وتسكر ما بتغلط خلص تمام؟ وركز واضح المثل هاي في سؤال عليها تمام هون تمام الطريقه الثانيه اسهل ليش اسهل؟ طريقة رقم اثنين كوز بوزيشن ليش اسهل الكوز بوزيشن؟ اخذتوها اليوم؟ مين اخذها اليوم؟ طيب ليش اسهل الكوز بوزيشن؟ انا بحكيها هون شوف هي نفس الخطوات نفس الخطوات فهمتين حطوها بنفس الخانه بنفس الخطوات بنفس القانون باجي بطبق هذا القوانين لعندي ايش الشيء الوحيد اللي بيختلف؟ حساب الاكس ار انا هون الاكس ار كنت بدير بابك باخذ نقطة شو؟ كنت اخذ نقطة هون بصف حلو في الامتحان بتلاقي قانون انت المفروض تعرف لحالك انه ايش؟ طبعا لما تاخذ الفويل لما تاخذ الشيت في الامتحان اول ما تاخذ الشيت اطلع على الشيت على القوانين بصير حط كل قانون شو عنوانه؟ نيوتن رابسون مثلا فورس بوزيشن تمام حط العنق برضه هيك احصره وحطه لانه كمان شوي لقدام بتصير تلاحظ انه فورس بوزيشن والسيكانت نفس القانون فخلينا هذا بصيغه الاكس ابر والاكس لور هذاك بصيغه الاكس نوت والاكس لور هذا اكس نوت اكس نوت والاكس اي والاكس اي زائد واحد تمام لقينا نفس الشيء شو بعمل؟ وين ما شفت اكس ابر والاكس لور بنفس الصيغه اللي هي هون اللي هي انت اصلا كونتها من حلك الاسئله المفروض خلاص يعني كل حافظ شو هي الـ XR تكتبها إذا بنرجع للدكتور حنبدأ بس الـ Y section في شيء موجود تمام؟ طيب XR XR بتساوي X above ناقص F الـ X above الـ X above ناقص الـ X above على نشوف هون مثلا بتقعد اذا انت ضعيف بالاله الحاسبه راح تقوي تحسب هاي صارت ناقص بدها ناقص يعني تحسب هاي كامل بدها ناقص بعدين تروح تجيب هاي وتجمع الاثنين بعدين تضيف انت شاطر شو بتعمل؟ بتكتب هذا الرقم ناقص بفتح قوس بفتح بسط على المقام بحط البسط هون بضرب وبقسم بجمع بنشوف اولوياتي بنزل على المقام بطرح بقسم بجمع براحتي تمام؟ شو الاكس شو الاكس ابر؟ الاكس اللي اعطاني اياها السؤال هي الاكس ابر طيب شو اف اكس ابر؟ معروفة انا قلت لك شو بدك؟ اشارة وقيمة بدك القيم شايف؟ هي اف اوف اكس اف اوف اكس اف اوف اكس بدك قيم الاكس ابر والاكس ابر فانت لما تيجي تعمل اختبار مثلا هون عملت اف زيرو اف كلهم مظبوط؟ هيك تسوي يعني انت بتحسب على الحاسب صفر عوض بالاقتراض قد ما طلعت معك مثلا سالب 0.963 خذ القيمه خذ هون طلعت من البوزيتيف مثلا 0.432 خذ القيمه هاي القيمه وين بعوضها؟ اف اكس لور هيها هاي القيمه هيها طيب اف اكس ابر هيها طيب وين الاكس ابر؟ واحد اكس لور صفر اكس ابر واحد واضح بس هذا اللي انتبه له نفس الخطوات نفس الخطوات نفس البروسيجر نفس التشيك نفس الشيء شو اللي بيختلف عندي بس حساب قيمه الاكس ار بدل ما تروح تجمع هذول فرق تحط فترات بس افحص حل الاكس ار اسهل لي فبطل اعمل فيها حسبه ما بدي احكي له اكس ار اتذكر وين هاي وين هاي وين موقع هاي موقع خلاص ما تاخذ هون شيك ما تعمل هون بس اعمل بوزيتيف بنيجاتيف شوف انت وين اقل او اكبر وانزل لك على الاكس ار
واضحه واضحه الفيرست بوزيشن. مين ادق الفيرست بوزيشن ولا الفايس بوزيشن؟ فيرست بوزيشن. ليش؟ شو الحالات الخاصه اللي ممكن الفايس بوزيشن تسوق فيها فيرست بوزيشن؟ موجود. تمام واضح. طيب في شيء ما اعترف الفيرست بوزيشن ليش درس فيها الفيرست بوزيشن؟ نفس خطوات البايسكشن بس بدي اطلع الاكس اي ما بقسم عليها. ما بقسم عليها. احسن. تمام. شوف اي شيء في قانون يكون مور كونفيرتنس. هذيك ما لها قانون بروسيجر يدوي. تلاقيها ضعيفه شوي. فورس بوزيشن بتلاقيها اكبر. تمام. واضح الفيرست بوزيشن؟ يعني شوي هتلاقي عندي موديفايد نيوترال لاكسون. موديفايد نيوترال لاكسون بتجيب لك الاكزاكت اول مره. بس طبق القانون. ليش؟ فيها مشتق اول ومشتق ثاني. اي قانون فيه مشتقات كلما تعبت في مشتقات، يعني مشتقه واحده مشتقه اثنين بتكون افضل. يعني المشتقه الاولى والثانيه من نفس القانون افضل من القانون اللي بيكون فيه مشتقه واحده. تمام. فانت ما شايف بتشوف بالقوانين راح تلاقي مشتقات، يعني مشتقات الالكترونات بتصير احلى، بتصير انت بتحل تستمتع اكثر. خلاص تشطب على الراس بتصير تطلع ايش على الحاسب القيم بتكون معك حسب ايش بده اياك السؤال. بالعاده بحدد لك البايسك بالنيوتر لوس وهي الاشياء بحدد لك القوانين، يعني بحكي لك فير لو سكن عشان ما كانش وقت الامتحان. طبعا اخر سؤالين بتحلهم هدول بايسكشن او الكروس سكشن. هاي لازم تحلها اخر شيء. شو بتحل اول شيء؟ السب سايز تايلر سيريز، اول قانون الكنار الار ان ريميندر تحله. في سؤال هذا يجيب لك اياه في الامتحان كمان، يجيب لك اعطيني نمبر اوف ايتريشن صح؟ للفورس بوزيشن فقط طبعا. بس شو بعطيك في الامتحان؟ بعطيك طبعا على الشيت موجود. اذا اي قانون موجود على الشيت خلينا ننزل الخط اي ان تساوي اكس يو نوت ناقص اكس لو نوت عطيهم قوين تلاقي هيك او يعني تلاقي هيك قانون زلك. بالنسبه لي هو احفظ القانون احسن لك، مش محتاج يعني احفظ هذا القانون. يعني نمبر اوف ايتريشنز اي ان يعني نمبر اوف ايتريشنز بتساوي لين الدلتا اكس نوت. شو هي دلتا اكس نوت؟ الاكس ابر نوت ناقص الاكس لور نوت. واضح؟ على مين؟ على الاي اس. طبعا تقسيم بين الاثنين. احفظ هذا القانون افضل لك احسن لك. خلص اي شيء في مساله لين علم لين دلتا اكس نوت على الاي اس. طبعا الاي اس بعطيك اياها السؤال، يعني اسم الرو طبعا الاي اس هي اللي هي هيك دلتا اس اي اس على الابسلون اكس. اخذنا اي تي واي اي الابسلون اي، اخذنا اي تي والابسلون تي. هاي هو نفس الطريقه اللي لها الابسلون اس في الاي اس. بس الرو بعطيك اياها السؤال كمان دائما بعطيك اياها السؤال. دلتا اكس نوت بعطيك دائما اكس اضر اكس نوت، او بعطيك الدلتا اكس جاهزه وبعطيك بخير انت لحالك بتطلع الاثنين وبتطلع هاي بتطلع نمبر اوف ايتريشنز. مرات بجيب لك نمبر اوف ايتريشنز، بجيب لك اسم الايرور بقول لك طلع مثلا دلتا اكس نوت. انت شو طلعت تعملها؟ تضرب بين الطرفين، تضرب هي قوه على المنديل وتطلعها براحتك. واضح؟ في عليها في عليها مثال في الدفتر. شوف نمبر اوف ايتريشن شو باخذ؟ باخذ دائما اكبر عدد صحيح. شو يعني اكبر عدد صحيح؟ يعني طلع معي نمبر اوف ايتريشن 7.32. بعطيها هيك في الامتحان بلاقيها بالسجاب ما بلاقي. شو بلاقي؟ بلاقي 8 باخذ اكبر عدد صحيح. ليش باخذ 8 ما باخذ 7؟ لانه انا بمجرد ما دخلت في 0.1 او ولا حتى دخلت في ايتريشن جديد. واضح؟ بمجرد ما دخلت هون انا بلش ايتريشن جديد، اذا نمبر اوف ايتريشن انا اكتشفته اكبر عدد صحيح. يعني انسى العدد من هون، خذ لك عدد اكبر من هذا. 7 خذ 80 3 خذ 4 4 طلع بالضبط خذ 4. واضح؟ تمام. هاي سؤال كمان بيمتحن، شو بكير بيمتحن؟ رح تلاقي كل سنوات كل ثلاث سنوات رح تلاقي هذا السؤال. تمام؟ واضح هون؟
اخترت الرسم، الرسم موجود ثلاث سنوات. هاي الرسم. طبعا هاي الرسم جاي ثلاث سنين. ما مشكلتش ولا مره، ما كانت تطلب منا. بس اجت الفصل الماضي سؤال، يعني السؤال واحد. اجى لها ثلاث سنين. تمام؟ لما كنت تطلع على الباي سكشن اللي اخذناه هسه بس الفول سكشن والباي سكشن. كيف نطلعها على الرسمه؟ شو هي الرسمه؟ شو بتمثل؟ الرسمه هي الاقتران. مضبوط؟ يعني هذا مو معطيني اياها بس مثل بيانيه بحكي لي طلع معطيني اكس و اكس و مش ناقص عليه معطيات في الامتحان. كيف بطلع لمين؟ للفورس سوليوشن. شو شكلها بايسك؟ شو شكلها كده؟ لا معطينا هي رسمه معطيني اقتران. رسمة الدكتوران مش شرط اعطيك هاي في جبت هاي هذه اكثر من الرسمه كلها شوف الباي سكشن ميثود از يوز قال لي اف باي سكشن ميثود از يوز وقال لي الاكس لور ناقص 7 اعطاني الفكره ناقص 7 واعطاني 6 قال لي الباي سكشن از يوز بحكي لي هذه الميثود رح تكون كونفرجنس وين شرط تكون كونفرجنس الباي سكشن ممكن ما تكون كونفرجنس يعني ممكن ما تكون ولا واحد الجواب حط نن ممكن يعني مش الناس سبقت الحل نن خصوصا اللي كان نن الجواب يعني قلت لهم حلوا هيك حلوا هيك ما طلع معهم جواب طب تقاطع مع المحاور وحطوا اي اجابه الاقرب لها طلعت صدق يعني غلط طلعت نن هلا شوف اول ما تشوف زي هذا حط على نقاط التقاطع مع محور السياس شوف هي هون تقاطع صح؟ وهي هون تقاطع وهي هون تقاطع طيب ايش هذول التقاطعات؟ السولز الروتس تمام شوف في كل سؤال معطيك اياه يعني سالب 6 0 5 نان سالب 6 0 5 نان في كل سؤال معطيك اياه يعني الباي سكشن كيف بطلع؟ شوف قال لي ما بين السالب 6 سالب 7 والايش؟ وال 6 برجع السالب 7 وين نقطة هاي؟ هي زرتها يعني الصورة يعني الاف تعويضها جاهزة وش وين السكتة هي؟ أنا بجي بطلع هاي نيجاتيف تحت معي نيجاتيف في بوزيتيف نيجاتيف بظبط حل باي سكشن ولا ما بظبط؟ بظبط في واحد من الإجابات راح يطلع معي يا إما هذا يا إما هذا يا إما هذا ضروري ما تحط نان خلاص أنا أول ما جربت هون طلعت معي نيجاتيف في بوزيتيف راح يطلع معي ايش؟ واحد من الحلول الثلاثة كيف بكمل؟ شو بحكي له؟ أقل من صفر وراح بحسب اكس ار، اكس ار شو بتساوي؟ سالب 7 زائد 6 على 2 شو بتعطيني؟ سالب نص برجع سالب نص بحط هي، سالب نص هي هون صح؟ مضبوط؟ معناته يا اما راح اقلل اللي هون يا اما راح اقلل اللي هون، انا شو الخطوه رقم 2 بروح بعمل؟ لك مين باخذ؟ سالب نص مضبوط هي كم؟ ستة الله لاحظ معي السالب نص نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف هي ستة بوزيتيف يعني ايش معناها هاي؟ يعني وين مقصور؟ اكس ار اكس ار اكس ار بين السالب نص والاكس ار وين محصورة بين السالب نص وال هبطت؟ لور ولا اكبر يعني ما بين سالب 7 ما بين سالب نص انا بطلع على الرسمه وين المحصور بين السالب 7 والسالب نص؟ مش غيره هي سالب 6 شو الجواب؟ سالب 6 واضح كيف نطلعها على الباي سكشن في الرسمه؟ طيب الفورس بوزيشن اسهل طريقه بتجيب معك مسطره على الامتحان بتجيب معك مسطره شو بتحكي له؟ بتحكي له انه هي بقول لك نفس النقاط كمان ناقص 7 و6 بتروح تاخذ صورة اف ناقص 7 وصورة اف 6 حددهم بتجيب مسطره بتفصل بينهم تمام بتجيب مسطرات هيك من هون هي شايف النقطة هاي والنقطة هاي بتفصل بينهم
اقطع الصفر. تمام؟ واضحة؟ هذا اللي جاهم بالامتحان. جاهم زي هذا ما اقطع ولا شيء. قطع كان مثلا بالاثنين وحط الصفر اقرب شيء. طلعت غلط طلعت نعم. تمام؟ السؤال الثاني تلوصل بس مطلوب منك يعني. واضح؟ فالفورست هاي هي يعني اصدق شيء دائما بالبايس سيكشن كل شيء اصدق شيء بالرسمات اصدق شيء بالحال اصدق شيء. طيب فتحل الفورست شيء بالمصدر يعني تفصل بين كل نقطه ونقطه. وبتشوف نقطه تحت الاصلين لو بترجع لقانون لو ترجع لقانون الفورست بوزيشن راح تلاقيه ايش؟ الجزء الثاني مين؟ سبب فرق الصدى فرق السينات ترجع كمان مره راح تلاقيه فرق الصدى فرق السينات يعني هو عباره عن ايش؟ عن خط مستقيم. يعني يكون الواي متوسط. يعني كل الله مش لاي الامتحان واضح الباي سيكشن والفورس بوزيشن في هذا عنده اشكاليه في هذا مش فاهم نصيحتي لك نصيحتي اذا جاك اكس تربيع
شو تعمل؟ طلع عكس موضوع القانون، خذ القانون ايش اللي فيه؟ في جدل. خذ القانون، يعني بقى هاي انا كاتب ثلاث طرق بالدفتر، ثلاث اشكال ممكن استخدمهم بدي اخلي عكس موضوع القانون. يعني نصيحة لك شو تاخذ؟ خذ الجدل، يعني خذ هيك بصير كيف الجدل لو 5 اكس خلص. ليش هسه بحكي لك؟ طيب ممكن نجيبها كمان بحرف اكس تساوي ساين جذر الاكس، ولو بسويها بالصفر وبجمع اكس الطرفين بصير ولا بصير؟ بخلي اكس بتساوي ساين جذر الاكس زائد اكس. تمام؟ وين الفكرة؟ الفكرة انه مثلا خلصنا القانون اللي بدنا، صح؟ يعني شو بعمل؟ بحكي له اكس ببرا قبل اللي بسوي فيه سوا بعطيها اي، وكل شيء جوا القانون شو بعطيه؟ اي زائد واحد ساين جذر الاكس اي زائد واحد. الان لاحظ انا دخلت له اكس نوتس، شو بطلع منه؟ اكس ايش؟ اكس 1 مضبوط؟ ايه او اسف تقدر تاخذ اكس اي تعوضه بالقانون عشان تطلع اكس الاي زائد واحد. تمام؟ كل شيء قبل الاشاره في المساواه تعطيه اكس اي زائد واحد، وكل شيء جوا شو تعطيه؟ اكس اي. هاي النقطه اللي معك عشان هيك تكون جوا القانون، تعوض فيها بالقانون بيطلع معك الاكس 1. الان لاحظ الايتريشن. طيب الايتريشن اللي بعده بده طلع الاكس 1، شو بطلع؟ اكس 2 اللي هي اكس 1 زائد 1 واكس 1، بطلع اكس 2. الايتريشن اللي بعده بنفس الطريقه، تعوض مكان الواحد 1 2، بصير عندك 2 زائد 1 ثلاث، وجوا شو بتكون؟ 2، هي بتكون اصلا طلعتها قبل. تمام؟ بنفس الطريقه هون اكس الاي زائد 1 بيساوي تحت الجذر لل 5 اكس اي زائد 1 ناقص 2. تمام؟ وبنفس الطريقه ايش؟ وين في الاكس اي زائد 1 بتساوي ساين جذر اكس اي زائد اكس. تمام؟ هاي الطريقة واضحة، هاي الطريقة بس هيك خلصنا. هاي مين؟ هاي الفولس بوزيشن على القوانين، بعطيك اف اكس بطلع منها زي القانون لحالي قاعدة اكس اي زائد 1 وبمشي على هذا القانون طول السؤال، طول ما انا ماشي حال السؤال. ناخذ عليه مثال سريع. طبعا ليش تاخذ الجذر؟ خليني احكي لك اياها. الان في عندي في الدفتر انا حاعملها حالا هذا السؤال طريق، يعني طريقتين شكلين، مش هو فهمي شكل بقدر اعمل اكس موضوع القانون، حالا مظهر جذر ومظهر من غير جذر. بتلاحظ انه في المره اللي انا ما اخذت فيها جذر حليت 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 طلع حالي ايش؟ طبعا شوف كيف بطلع لي ضروري قاعد بحسب لي ضروري الانتريشنز، طلع معي اول مره 99%، ثاني مرة 90%، ثالث مرة 5%، رابع مرة رجع 101%. شو اسمه؟ دايفيرجنس بسميه. شو بسميه؟ دايفيرجنس. طيب، رحت أنا استخدمت الجذر، لقيت حل 100%، وصلت لحد معين وحل ممتاز. عشان هيك دائما شو تاخذ؟ الجذر. الجذر الكونفيرجنس له أسرع وأسهل وأحسن من الطرق الثانية. لتحت الجذر. طيب اثبت لي اياها، كيف بدنا نثبتها؟ هو اشتق بالنسبه لاكس. اشتق الطريقه اللي انا حكيت لك عنها، اشتقها بالنسبه لاكس، اشتق هاي بالنسبه لاكس، ايش مشتقتها؟ مشتقتها بداخل الجذر، عندنا الجذر نفسه مضبوط؟ اشتقها وعوض اكس، واشتق هذيك وعوض اكس. شوف المشتقه اللي بتطلع اقل من واحد كونفيرجنس. العدد، طبعا لا تقصد انه ينقل هذه المطلقه. مشتقة الالكترون بالنسبة لإكس غير مطلق، إذا كانت أقل من واحد كونفيرجنس، أكبر من واحد دايفيرجنس، فقريب إلى الواحد سلو كونفيرجنس. وفي اللي بدك تقول بدك تقول بدك بالتفصيل اللي حكيته، فاهمين شو حكيت؟ تمام مرة ليش أخذت الجذر ما أخذت أي صورة ثانية؟ جرب خذ الجذر وجرب خذ صورة ثانية، اعمل مقارنة مقسوم بالنص على العمود المقارنة. الآن روح اعمل هاي، اشتق هاي، اشتقها بالنسبة لإكس وعوض فيها قيمة الإكس نوت، وحكيها بالسؤال
اشتغل قيمة X اشتغل قيمة X وعوض فيها قيمة X بطلع حلها إشماله أقل من الواحد ومع المطلق أقل من الواحد بعرف أنها كونفيرجنس. طيب وخذ الصورة الثانية طبعا أكبر بكثير من الواحد أكبر بكثير من الواحد شمالها دايفيرجنس. أي سؤال يجيك في X تربية جرب خذ بس الامتحان تنعم كشو بدك تجرب وتفصل وتكتب أكثر من صيغة وتشتغل وتطلع الصور هذا كونفيرجنس أو هذا دايفيرجنس ما عندك وقت الامتحان تمام؟ عشان هي خلاص اللي حكيت لك اعتمد الجذر لانه الجذر في على الاغلب راح يكون الجذر ماله كونفرجنس. واضح؟ هي موجود مع الرسمات وهي المقارنة تمام؟ سريع خلينا نوضح خلص شوف يعني استمع فرود f of x ممكن f of x يساوي x ناقص sin جذر x. أنا شو حكينا شو نعمل سريع نساوي صفر وبحكي له x يساوي sin جذر x. شو بعمل i زائد واحد i معطيني بالسؤال x نوت طبعا لازم تجي بالسؤال x نوت يساوي واحد حكيلي انه نسبة الخطأ اللي انا بدي اوصلها تساوي واحد او اقل منها في ايه يعني بدي احسبها الان بكل سهولة على السريع. هاي شوف هاي مشان اعطيك القانون شو بعوض هون اكس شو بعطيني اكس واحد بتساوي ساين جذر الواحد ساين مين؟ صار قيمة الإكس نوت في ساين الواحد طلع القيمة تمام؟ كيف تطلع القيمة؟ ساين جذر الواحد ساين جذر تطلع معك صفر فاصلة ثمانية أربعة واحد أربعة شو هو بعمل؟ لأنه هو معطيني يس لأنه مش معطيني معطيني مثلا ثلاثة دريشن بحب كمل بالعادة بس لأنه معطيني يس ما بحسب شو؟ الإكس نوت شو يصير معي بتساوي؟ اللي يستمر ناقص النيو ناقص الاولد على النيو طبيعي بي واضح؟ طيب بحسب مين؟ طبعا لازم يصير اثنين شو يصير اثنين؟ ساين جذر اكس الواحد هي طلعتها هون 0.8414 يعني تصير هون طلع معك ارقام
حيطلع معي شو يساوي تقريبا. طيب انا معوض هاي اكس 4 اكس ار تقريبا شو يساوي 0.002 صفر تقريبا. لسه في نسبه ايرور هون بدي اكمل اقل من الواحد واقل من الصفر بنزل كمان استيميت اكس 4 تساوي ساين تحت الجذر اكس 3 باخذ نسبه ايرور. تمام هاي النسبه بس للسمبل فيكس بوينت. يقرا الاثنين راح اعيد هاي وراح يكمل ان شاء الله. كمل في الضايع كمل في الضايع الله يرضى.